أميتاب باتشان بعت رسالة رقيقة ورائعة ودافئة للمصريين من كام أسبوع قبل الزيارة أو زيارته للقاهرة. هي رسالة لها معنيين أو لها هدفين. الهدف الأول هو تبقى متواكبة مع مهرجان الهند على ضفاف النيل، والهدف الثاني هو تنشيط وتشجيع السياحة. الرسالة اللي هي دقيقتين أو ثلاث دقايق اللي بعتها أميتاب باتشان وغامرة بالحب للمصريين أو لمصر، الحقيقة إنه أي وزارة سياحة وأي بلد لو جابت شركة بي آر أو علاقات عامة عشان تخلي نجم عالمي أو فنان مشهور يعملها، كانت دفع له فيها آلاف ويمكن يكون ملايين الدولارات. أميتاب باتشان واضح إن فيه حب قديم للبلد دي، هو اللي خلاه يجي، هو اللي خلاه يبعت الرسالة دي وما يطلبش أي نوع من التكاليف الخاصة. علاقته احنا نفتكر ان هي ابتدت سنه 1991 لما جه مهرجان القاهره السينمائي، وكان في فيض كاسح من الاستقبال الشعبي من المصريين له. كل الناس اللي كانت بتروح له السينما، كل الناس اللي كانت بتاجر شرايط فيديو، الناس اللي حافظه افلامه استقبلته استقبال هو نفسه ما كانش يتخيله. एक दो सिरे से करते हैं प्यार हम एक दो सिरे से हम एक दो सिरे से मार लड़े मरना पड़े तो I love you like my father because my father is dead. I missed my school and I didn't come to my school 2 days just to see him. How was it?